ما تبقى الآن مع معاذ محرم. جولة جديدة ما تبقى وفيها كتيبة مدرعة ولواء مدرع. البيت الأبيض ينظر في إرسال قوات خاصة لحرمان الأسد من نفط شرق الفرات، وانتشار الجريمة وانعدام الأمن ينقلان دمشق إلى أسوأ المدن عالميا، وتحذيرات من تدني مستوى المعيشة أكثر. وفي عنواننا الأخير، برصيد 41 مليون نازح حول العالم، الأمم المتحدة تشكل لجنة خاصة للنظر بقضيتهم. ماذا عن السوريين؟ حياكم الله. تخطط واشنطن لإرسال جنود ودبابات مهمتها الأساسية بحسب مجلة نيوز ويك الأمريكية، مهمتها الحفاظ على النفط ومنع وقوعه بيد النظام والميليشيات الإيرانية، وكذلك منعهم من الاقتراب. كل ذلك الأمر طبعا بمساعدة وحدات حماية الشعب المدعومة أمريكيا بالأساس. نيوز ويك نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، هذا المسؤول قال سيتم نشر القوات حول حقول النفط الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم نشر كتيبة فريق قتالية من اللواء المدرع في الجيش الأمريكي. هذه الكتيبة تضم 30 دبابة من طراز أبرامز إلى جانب عناصر مشاة من الجيش. إذا نفط دير الزور لأجل مسمى أو لأجل غير مسمى، هذه الله أعلم فيها، يعني حسب توجيهات السيد ترامب، حتى اللحظة بيد الأمريكان ووحدات حماية الشعب. لكن البعض يقول الأمور الرمال متحركة وبشدة في تلك المنطقة. عموما الحديث أكثر، نستضيف معنا عبد القادر ضويحي، صحفي ومراسل ميداني سوري. عبد القادر مساء الخير. مساء النور. إذا تمخض جمل الوحدات أو جمل الدويلة الكردية فأنجب حقول نفط في دير الزور. عبد القادر، هل هذا سيكتفون بهذا الأمر الوحدات؟ يعني أنا باعتقادي أن هذا الموضوع لا يعود لوحدات حماية الشعب الكردية،
بل هو قرار أميركي بحت، وهو جاء على لسان دونالد ترامب شخصيا حين تحدث أن قواته ستبقى في حقول النفط، باعتقادي أن الوحدات الكردية لو كان الأمر بيدها لسلمت هذه الحقول للنظام مباشرة. ولاحظنا التفاهمات الأخيرة ما بين الوحدات وما بين النظام، هي سلمت مدن بأكملها، لكن مسألة حقول النفط الموجودة في شرق سوريا، نحن نتحدث عن حقول كبرى، حقل العمر النفطي وهو أكبر حقل منتج للنفط، ما يقارب 200 ألف برميل يوميا كان هذا الحقل ينتج. وأيضا لدينا حقول أخرى، حقل الكونيكو للغاز من أكبر مصادر الغاز في سوريا، وكذلك حقل رميلان وحقل السويدية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد النظام أن يصل إلى هذه الحقول، وبالتالي لأن النظام إن وصل لهذه الحقول يعني أن العقوبات الأمريكية المفروض، إذا سمحت لي حتى نفهم جغرافية المنطقة، الحقول حقل رميلان هذا ليس في الحسكة، هو مشمول كذلك بهذه الأمر الأمريكي الذي قصد؟ نعم تماما، القرار الأمريكي بالبقاء في الحقول النفطية يشمل كافة مصادر الطاقة في شرق الفرات، فمصادر الطاقة هي متواجدة في محافظة الحسكة وكذلك في ريف دير الزور الشرقي. نحن نتحدث عن حقول كبرى كما ذكرتها لك، رميلان وسويدية وكذلك العمر وحقل التنك النفطي، بالإضافة إلى حقل الغاز الوحيد في هذه المنطقة وهو حقل كونيكو للغاز، أكبر حقول الغاز. كم تنتج حقول النفط هذه؟ قدرتها الإنتاجية اليومية كم عبد القادر هذه حقول النفط؟ يعني وفق الإحصائيات ما قبل اندلاع الثورة السورية، هذه الحقول تنتج ما يقارب 300 ألف برميل يوميا كانت هذه الحقول تتصدر. حقل العمر يتصدر حقل العمر الطاقة الإنتاجية الكبرى لتلك الحقول، لكن الحقول لديها أيضا مشغل ثاني، أن هذا النفط الخام يرسل إلى حقل كونيكو للغاز. حقل كونيكو بدوره يرسل الغاز غير المخصب إلى محطة جندر الكهربائية بريف حمص، وهناك تتم عملية طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية للمحافظات الجنوبية. وهنا يعني الإشارة تجدر إلى أن حقل كونيكو إلى الآن هو ما زال يضخ الغاز لمناطق النظام الذي يعتمد عليه النظام بشكل مباشر في مسألة إنتاج الطاقة الكهربائية بمحطة جندر، لكن باعتقادي أن الولايات المتحدة والقرار الأخير لها هو محصور فقط بحقول النفط. لو كانت الإدارة الأمريكية أو ترامب أو حتى الوحدات الكردية لا تريد إيصال النفط أو الغاز للنظام، كانت هي قطعت الغاز الواصل من كونيكو باتجاه محطة جندر، لكن باعتقادي أن الولايات المتحدة وحتى الوحدات الكردية المتواجدة في تلك المنطقة هي لا تريد النظام أن يصل إلى حقول النفط. لماذا؟ لأن وصول النظام لماذا برأيك أسرار ترامب لهذه الحقول يعني أن العقوبات الأمريكية ستذهب أدراج الرياح، كون النظام بات لديه مشغل اقتصادي داخلي قوي متمثل في النفط. طيب ما هي النظام يعني منذ سنين والأمر معروف للجميع للقاصي والداني القصد يمدون النظام بكافة احتياجاته، إصرار ترامب على هذه القصة هل يتجاوز مسألة الأخوات برأيك إلى مسألة الطريق الإيراني الواصل بين بغداد ودمشق، يريد الأمريكان أن يبقون في هذه المنطقة؟ يعني عمليا إلى الآن هم متواجدين في هذه المنطقة، أولا هم قاطعين الطريق أمام إيران في شرق الفرات، وكذلك هم برج مراقبة متواجدين في قاعدة التنف على الكوريدور الإيراني. الطريق إلى الآن ما زال مفتوح، لكن الولايات المتحدة تراقبه من شرق الفرات عبر قواعدها المتواجدة في العمر وكذلك في التنك، والقاعدة التي تريد إنشاؤها حديثا واشنطن في منطقة الباغوز المشرفة على مدينة البوكمال بشكل كامل. الطريق مفتوح لكن الولايات المتحدة تراقبه من التنف وكذلك من منطقة شرق الفرات، لكن لا أعتقد أنها بصدد حاليا إغلاق هذا الطريق، هي تريد فقط حرمان الأسد والميليشيات الإيرانية من النفط الذي سيعود بمورد اقتصادي مهم للنظام. طيب القاعدة الأمريكية في الباغوز قيد الإنشاء على الاقتصاد الداخلي للنظام. نعم تماما، هنالك قاعدة تريد الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت فعليا عمليا إنشائها في منطقة الباغوز، وهذه المنطقة هي كانت آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش. وأيضا الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة أنها أولا ترصد مناطق النظام في والميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال، وأيضا هي تشرف على مسافة واسعة من الحدود السورية العراقية. فباعتقادي أن هذه القاعدة، قاعدة الباغوز بمقابلها قاعدة التنفي أبراج
المراقبة على الكوريدور الإيراني المفتوح الممتد من التنف وصولا إلى مدينة البوكمال والذي تستخدمه إيران لإدخال أسلحة وكذلك عناصر إلى سوريا؟ الآن في آخر تغريدات ترامب يقول لوحدات الحماية بقيادة مظلوم عبدي عليكم الذهاب وحماية حقول النفط والتمركز مع يعني التمركز هناك. ما الذي يدفع مظلوم عبدي والوحدات للالتزام بهذا الأمر الأمريكي بعد هذا التخلي الأمريكي المستمر؟ يعني ما الذي يدفعهم أن لا ينقضوا هذا الأمر الأمريكي ويذهبوا إلى أحضان النظام والروس مباشرة؟ يعني أولا هم لا يستطيعون أولا إلا الامتثال لهذه الأوامر، أولا لأن القوات الأمريكية هي متواجدة أيضا في تلك الحقول، ومسألة حماية مظلوم عبدي أو وحدات حماية الشعب لتلك الحقول هي مسألة شخصية. يوم أمس ما جرى مثلا من تقدم للنظام أو محاولة للوصول إلى حقل كونيكو قابله التحالف الدولي بشن ضربات جوية، بالمقابل قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية هي لم تتحرك على الأرض، عليها الامتثال فقط للأوامر التي تملى عليها، بالإضافة إلى أنها لا خيارات كثيرة الآن أمام مظلوم عبدي أو حتى وحدات حماية الشعب الكردية أمام التفاهمات التي تقوم بها تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع روسيا. فمسألة وصول مظلوم عبدي ووحدات حماية الشعب إلى تلك الحقول باعتقادي أنها لن تتعدى لحرس على تلك الحقول مع بقاء القوات الأمريكية طبعا التي هي تراقب كل التحركات في هذه المنطقة. طيب هذا البقاء الأمريكي هو ضربة، يعني ضربة قوية للوجود الروسي أو للأحلام لطموح الروسي في هذه المنطقة. موسكو ما ردت فعلها برأيك؟ هل ستحاول تكثيف العلاقات وفتح الخطوط الخلفية مع مظلوم عبدي؟ يعني حتى فتح الخطوط أو فتح الاتصالات مع مظلوم عبدي هي لن تأتي أكلها ما دامت القوات الأمريكية متواجدة، ونحن نتحدث عن بقاء القوات الأمريكية وحتى إرسال معدات عسكرية وأسلحة متطورة إلى هذه المنطقة. ولاحظنا أن عمليات الانسحاب الأمريكي الكاملة التي حصلت في مناطق عديدة من شرق الفرات هي تمت من مناطق سكنية لا يوجد فيها أي مقوم اقتصادي قد يستفيد منه النظام، لكن بالمقابل القوات الأمريكية بقت في مصادر الطاقة وكذلك الحقول. باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية بقاء قواتها في الحقول الكبرى في شرق الفرات هو ورقة سحبت من قوات سوريا الديمقراطية أنها لا يمكن التفاوض على هذه الحقول وأنها ستستخدم لاحقا لربما كورقة ضغط على النظام وحتى على الإيرانيين في مسألة الحل السياسي المرتقب. وأيضا نحن نتحدث عن بقاء أو ورقة اقتصادية مهمة منتزعة من يد روسيا وكذلك من يد نظام الأسد، وهذه الورقة تأتي بالتزامن مع قرب انطلاق اللجنة الدستورية، وهنا نتحدث نحن عن مورد اقتصادي مهم وشغل. طيب عبد القادر، النظام خرج عن إذن يعني موسكو والنظام والإيرانيين لا حول لهم ولا قوة، سوف يبقون يتفرجون على 200 عسكري أمريكي وانتهت القصة، لا حول ولا قوة. يعني أنا باعتقادي هذه المسألة مؤجلة، هم يعني يستطيعون أو يقومون يوميا بتحركات تقابلها قوات التحالف الدولي وحتى القوات الأمريكية بضربات موجعة وضربات صارمة. وكما ذكرت أنه حدث يوم أمس محاولة للنظام للوصول إلى كونيكو، قابلت الولايات المتحدة الأمريكية بشن أكثر من 8 غارات على رتل عسكري للنظام وكذلك استهداف مواقع عسكرية. فهنالك رسائل يعني عسكرية صارمة تبعثها الولايات المتحدة أن هذه المنطقة خارج نطاق التفاهمات التي قمتم بإبرامها، سواء ما بين قوات سوريا الديمقراطية وروسيا من جهة أو ما بين حتى الروس والأتراك من جهة. وباقين الأمريكان برأيك عبد القادر؟ باقين أم سيرحلون إلى العراق بعد فترة قصيرة؟ باقين في هذه المنطقة أم لا؟ يعني سينسحبون كذلك إلى العراق؟ يعني قرار الرئيس الأمريكي هو الانسحاب الكلي من سوريا، لكن أعتقد أن الانسحاب من هذه المناطق هو مؤجل إلى حين الوصول إلى تفاهمات مع الروس على طبيعة هذه المنطقة. كما ذكرت أن هذه ورقة تستخدمها واشنطن للضغط على النظام وعلى الروس حتى في مسألة الحل السياسي. نحن نتحدث عن منطقة بشرية كبيرة، لكن بدون مورد اقتصادي ما لم تدخل هذه الحقول إلى خزينة الدولة مستقبلا. عبد القادر ضويحي الصحفي السوري كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. احتلت دمشق المرتبة 140 متذيلة قائمة دول العالم الأكثر ملائمة للعيش في عام 2019، هذا الكلام وفق الإيكونومست. دمشق بعد العاصمتين النيجيرية والبنغلاديشية، هذا الكلام صنفته وحدة المخابرات الاقتصادية في الإيكونومست البريطانية، لتكون بذلك دمشق أسوأ المدن عالميا من حيث المعيشة
على الإطلاق. التصنيف البريطاني اعتمد معايير الرعاية الصحية، جودة التعليم، الاستقرار، المعايير الحضارية، البنى التحتية والبيئية. دمشق هي الأسوأ على مستوى العالم من ناحية المعيشة في عام 2019. طبعا هذا الخبر تتفطر له القلوب. البعض يقول هذا الأمر قديم، ليس وليد السنوات التي أدت بعد الثورة، هذه السنوات الخداعات. الأمر منذ مجيء اللجنة العسكرية تقريبا قبل 62 ومحاولتها للاستيلاء على الحكم. طبعا بعد 63 أصبح الأمر ازداد وتصاعد وبلغ الذرة بعد مجيء الرفيق الخالد في 1970. كان هذا المشروع واضح المعالم لمحاولة قتل وجه دمشق وخلق أو نزع وجه دمشق، ومحاولة تخليق وتوليد وجه جديد. كان هذا الأمر ملاحظا، وأهل دمشق قالوا يقولون هذا الكلام سرا وعلانيا. هذا مشروع قديم الآن طبعا ازداد ضراوة. نزار خباني يقول وللمآذن كالأجساد أرواح هذه مدينة دمشق بما لها دمشق. طبعا دمشق والميزة الأهم في دمشق على الإطلاق أنها كانت عاصمة أول دولة عربية إسلامية، هي الدولة الأموية، وهذا الأمر لا يروق لكثر. لذلك كان الأمر حثيثا لمحاولة تشويه وجه دمشق، وهم نجحوا بشكل كبير في هذه المسألة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن إنشاء فريق رفيع المستوى للتركيز على إيجاد حلول لمشكلات النزوح الداخلي التي يعانيها ملايين الأشخاص حول العالم. السيد أنطونيو غوتيريش يعني يقول لك أنشأنا لجنة لقضايا النازحين، مهمتها هي التركيز على إيجاد حلول لمشكلات النزوح الداخلي حول العالم. هذا الفريق سيعمل على وضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ولمنظومة الأمم المتحدة لزيادة الاهتمام بالمتضررين. ينبه المجلس النرويجي للاجئين إلى أن أعداد النازحين داخليا ازدادت في جميع أنحاء العالم. شرد أكثر من 41 مليون شخص بحلول نهاية عام 2018 نتيجة النزاعات المسلحة والعنف،
وهذه إحصائيات للنازحين فقط ليس للاجئين. أما عن النزوح السوري الداخلي فبمبادرة إنسانية وفي ظل غلاء الإيجار وصعوبة المعيشة وانعدام دخل معظم العائلات النازحة نتيجة الحملة الجوية والقصف على مدنهم وقراهم، أبو عماد السراقبي يؤمن مأوى لأكثر من 27 عائلة نازحة في بنائه الخاص الذي يملكه في مدينة سرمين بريف إدلب. 27 عائلة يؤمن لهم هذا الرجل مأوى ل 27 عائلة. كثيرة هي رسائل أبو عماد الإنسانية والأخلاقية والثورية، لكن أبرزها كانت رسالة مفادها ما بحن على العود، لا يحن على العود غير قشره. يعني طبعا مثل ما شفتوا البناء صحيح ومكسي سقف والى اخره، بس بقى الواحد يقعد تحت سقف احسن ما يقعد تحت الزيتون او يقعد بخيمه، بضل احسن يعني. وطبعا نحن بامس الحاجه لكل متطلبات وابسط متطلبات الحياه يعني. صار قصف علينا بالطيران الحربة وبالبرامج، يضرب علينا كل هالليل يضربوا علينا. قعدنا تحت حال الليل وطفشنا بسيارات بالإجرة، ما بقى نلاقي سيارة تطلعلنا. ظلينا نهارين من مطرح لمطرح. بعدين جينا على ضيعة اسمها سرمين، في واحد ابن حلال قال تعالوا عنده دار بس عطراب ولا شبابيك. قلنا ماشي، بشكر أحسن من العمل، المهم يعني نعيش الكام يوم عبين الله ما يفرجها. أنا بشتغل شغلتي الأساسية بسرمين، تاجر بناء، بشتري أراضي بعمي ربيع، فعندي مبنى الفضل لله عز وجل يعني كبير مؤلف ما يقارب 34 شقة. فنالوا لأخواتنا النازحين اللي أجوا من موريك من خان شيخون، تعالوا عنا شقة على العظم، صرنا ننظف لهم ياهن ونظبط لهم أمور، عبارة عن تواليتات هيك يعني شيء إنه يحسنوا يعيشوا لبين ما الله يفرج عليهم. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا ببعض الأخوة يعني
مساعدة لأن صاروا يساعدونا بهالموضوع هذا وسكنوا بهالشقة هذولي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ما تبقى انتهى الأحد القادم بإذن الله، ما تبقى جديد بإذن الله.